بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم معنا في ثالث محاضرة لينا في الكورس بتاعنا اللي هو اسمه Elevators and Escalators. المحاضرة بتاعت النهاردة بإذن الله بعنوان Elevator Counterweight أو التقل بتاع الأسانسير. الكاونترويت أو التقل بتاع الأسانسير زي ما احنا شايفينه قدامنا في الصورة اهو، بيستخدم في ايه التقل ده أو الكاونترويت؟ بيستخدم to reduce the power requirement of the motor and the load applied on the elevator machine. بيستخدم في تقليل القدرة بتاعة الموتور وكمان تقليل الحمل على المكنة بتاعة الأسانسير. برضو بيستخدم to maintain the friction between ropes and sheaves علشان يخلي فيه احتكاك ما بين الواير والطنبورة اللي راكب عليها الوايرز. The counterweight and the car are connected to the same rope. ال counterweight دوت أو التقل والكابينة اللي هي الكار بيبقوا راكب عليهم نفس الواير، يعني بيمر من خلالهم نفس الواير. طبعا ال counterweight ده برضو بيستخدم with traction and chain drive، يعني بيستخدم في السحب بالوايرز أو بالجنازير. ده بيستخدم ليه؟ for balancing the mass of the car، علشان يعمل بالانس لوزن الكابينه، وزن الكابينه تقيل عايز ينزل، فبنحط تقل الناحيه الثانيه عشان يوازن ما بين وزن الكابينه. وتاني حاجه a portion of the rated load برضو علشان يعمل بالانس او يوازن مش وزن الكابينه بس، لا وزن الكابينه والحمل اللي هيبقى جواها، بس مش توتال بتاع الحمل اللي ده، لا ده عندك الحمل ده من 45 ل 50% من الحمل اللي هيركب جوه الكابينه. بص عندك في صوره فوق اهي، ده بيسموه الترافلنج كيبل او الاليفيتور ترافلنج كيبل. ده الكابل بتاع الكهرباء بتاعت الاسانسير، ده بيبقى متثبت موجود في الاسانسير من تحت في الكابينه، راكب في الكابينه من تحت. فالاسانسير وهو طالع وهو نازل الكابل ده بيبقى رايح جاي معاه. الكابل ده في الاخر مع ارتفاع عالي جدا بيوزن، فبنقول with high rise installations، يعني مع ارتفاعات عاليه the mass of the counterweight for ideal balancing، بنحسب وزن التقل دوت is also affected by the mass of the traveling cable، بيتاثر بوزن الترافلنج كيبل ده او الكابل بتاع الكهرباء ده، يعني لازم نشوف وزن الكابل دوت ونحطه في الاعتبار لانه بيأثر على وزن الكاونتر ويت كتوتال. طيب ازاي نحسب حسابات الكاونتر ويت؟ عندنا هنا في الرسمه اللي على اليمين دي زي ما انت شايف الجزء دوت الشكل الدايره الصغير اللي متظلل من ناحيتين، ده بيقول ان ده بيلف، يعني دي طنبوره بتلف في المكان دوت، تمام؟ وهنا برضو بتلف، لكن هنا بيبقى في عندك شداد، فعشان كده في سلايدر، فتقدر ايه تشد منه الطنبوره اللي تحت دي عشان تشد الوايرز، تمام؟ عندي المربع الكبير ده بيرمز لي الكار او الكابينه، وعندي المربع او المستطيل الثاني دوت بيرمز للتقل. فعندي الكابينه اهي وادي التقل اهو، الكابينه بتنزل لتحت هنا تبقى بالشكل المنقط ده، التقل يطلع لفوق لحد هنا، تمام؟ طيب كل دوت بالسيمبلز اللي عليها دي هنتكلم عليها حالا. For expressing the ideal balancing of both sides of the traction sheave, the equation of equilibrium can be formulated. عشان نعمل بس اثبات نسبه القوانين بتاعت الوزن والكلام دوت ونحسب وزن الكاونتر ويت، لازم نطبق الايكويشن اوف ايكوليبريم. الموضوع عندي سهل، يعني دوت هنا هيبقى فيه سهم تحت كده وفوق هنا يبقى فيه سهم فوق. هنطبق الايكويشن اوف ايكوليبريم، سيجما الفورس في اتجاه الواي، لو احنا افترضنا ان اللي فوق ده اتجاه الواي ايكوال زيرو، فهتلاقي عندك اللي الناحيه دي بيساوي اللي الناحيه دي. تعالى نشوف الكلام ده. بص طلع عندي المعادلة دي، في جزء على الشمال اهو وفي جزء على اليمين. تعالى نشوف بقى كل بارامتر من اللي مكتوب في الايكويشن ده هو ايه.
عندي ال K دي اللي هي ال car mass، وزن الكابينة بالكيلو جرام طبعا. عندي ال Q، ال Q ده rated load بالكيلو جرام. ال rated load زي ما احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت ان ده وزن الناس اللي هتبقى موجودة جوه الأسانسير، ده التوتال بتاعهم. يعني انت عايز الاسانسير ده مثلا فيه أربعة، فيه خمسة، يركب خمسة، فبتحسب الوزن. او لو الاسانسير بضايع فبتبقى عارف الايه البيلود بتاعك، يعني البضاعة جوه هتحطها قد ايه كوزن، فهو ده الريتد لود بالكيلو جرام. برضو عندنا في الزد، الزد ده اللي هو الكاونتر ويت ماس، ده وزن التقل بالكيلو جرام، وهو دوت اللي عايزين نحسبه. خد بالك ان الوزن ده بالزد كابيتال اللي هو موجود عندي هنا في التقل، تمام؟ عندي هنا الكابينة اهي كي بلس، في بقى ايه اوبساي هنا مضروبة في كيو. هنعرف دلوقتي ايه هي الاوبساي، بس الكيو عرفناها والكي عرفناها. يجي بعد كده الاوبساي اللي بنتكلم عليها، ده كوفيشنت. الكوفيشنت ده يعني لو ما عندناش داتا موجودة قدامنا نقدر نعرف بيها الأوبساي، فبنحطها بالتقريب كده كنص. taking account of the percentage of rated load balanced by the counterweight. طبعا الأوبساي هي بتتضرب أساسا في الايه في الريتد لود، فدي مهمة جدا. إذا ما كانش مديها لك فبتعمل لها اختبارات عشان تعرف الرقم بالظبط، وهنتكلم فيها برضو السلايدز الجاية بصورة أكبر. ال H دوت اللي هو ال car travel، يعني ال H دوت اللي هو زي ما انت شايف كده في الجزئية دي اللي هي ال H capital، وهو ده ال car travel، يعني العربية ممكن الماكسيمم تمشي كم متر فوق الارتفاع، فوق كم متر لو هي تحت خالص. عندي ال QL، ال QL دي موجودة في الجزئية دي اهي، يعني ارتفاع التقل بيطلع لحد فين. فال QL دي ده ال unit weight of suspension rope، ده طول الواير اللي هو بيعلق ايه، بيعلق الكابينة، ادي QL، او بيعلق التقل، فده QL برضو، ماشي. عندي ال QK ده ال unit weight of compensating cables. ال QK ده هتلاقيه تحت، ده الواير اللي هو بيبقى من تحت الكابينة ومن تحت التقل، ده بنسميه ال QK. ده طبعا الوحدات بتاعتهم كيلو جرام لكل متر، ده ببقى عارفهم اساسا من الاول، او في حاجات بتتحسب زي ما هنشوف برضو السلايد الجاية. ال QE، ال QE ادي الجزئية دي ال QE، ده الـ unit weight of traveling cable، يبقى الكابل الكهرباء اللي بيطلع معايا وراكب تحت في الأسانسير بيطلع معايا وينزل معايا، بيبقى ليه وزن لكل متر بعرفه وبحطه في الحسابات بتاعتي. عندي الـ Y، ده الـ variable length of traveling cable under the car، ادي ده الارتفاع دوت اسمه الـ Y. ال variable distance from the car ده اللي هي الزد، الزد فين؟ الزد سمول اهي، دي مسافة متغيرة from the car to its lowest level، ده من الكابينة لحد أوطى حتة ممكن تقف عندها الكابينة. عندي بقى كمان ال GN، ال GN دي ال standard acceleration of free fall، دي عجلة السرعة بتاع الأسانسير لو سبته ينزل بدون اي تحكم، فدي الاكسلريشن. زي اما كنا بنقول طبعا لما بنطبق الايكويشن اوف ايكوليبريم هنا بنقول السيجما الفورس في اتجاه الواي ايكوال زيرو، فعندنا هنا اوزان، الاوزان دي بنضربها في ايه عشان نحولها لفورس؟ بنضربها في جي اللي هي الجرافيتيشنال اكسلريشن اللي هي الجاذبيه، عجله الجاذبيه الارضيه. فنفس القصه هنا اهو، اما طبقنا الايكويشن اوف ايكوليبريم طلع عندي الجي، ودي الماس بتاعت اللي هي الكي بلس ايبسلو اوبساي في الكيو، ده وزن الكابينه بالحمل اللي فيها، تمام، زائد هنا الاكسلريشن برضو في كيو ال اتش ناقص زد. بصوا على الكلام دوت، جي ان كيو كي في الزد وهكذا، وبالناحيه الثانيه الطرف الثاني
اللي هو بتاع الزد كابيتال اللي هو وزن الكاونتر ويت، ماشي؟ طيب طبقنا الايكويشن اوف ايكوليبريم، نكمل بقى الاسباب بتاعنا. The relation between y and z may be easily expressed، يعني عشان نسهل الدنيا فبنعمل علاقة ما بين ال y وال z. طيب بنعملها بناء على ايه؟ بنفترض افتراض، بنقول if we neglect the fact that the length of the traveling cable is greater than h over 2 by a few meters. ده الفرض اللي انا بفترضه، ان ايه الترافلنج كيبل الطول بتاعه اكبر من ال h على 2 بكذا متر. لو انا سبت الافتراض ده which makes little difference with high rise installations، بيعمل فرق طبعا مع الارتفاعات العالية، فعندنا هنقول ان ال y equals z over 2. بنعوض الكلام دوت في الايكويشن اللي احنا شفناها السلايد اللي فاتت، فيطلع بالشكل اللي قدامي دوت. It is necessary to equate the independent member in the equation as well as to equate those members containing the independent variables. فنفس الايكويشنز هنعملها بالشكل دوت كده، تمام؟ احنا ايه عملنا ايه؟ شلنا الجزء اللي ودينا يعني يمين وشمال، وشلنا الحاجات يعني حلينا الايكويشن اللي فوق ده، فطلعت بالشكل اللي قدامي ده كده، تمام؟ وبعد كده بقى جينا حسبنا الـ QK، فطلعت برضو بالشكل اللي قدامي ده، QK ناقص QL بلس QE على 2 equal QL ناقص QK، طلعت بالشكل اللي قدامي ده. طيب لو انا عايز احسب الـ unit weight of the compensating cables، لو انا عايز احسب الـ QK، يبقى ده عبارة عن QL ناقص QE على 4 طبقا للكلام اللي احنا شفناه قدام ده. طيب المهم بقى نيجي للجزئية المهمة جدا، اللي هي after the substitution of 4KK in the QK in the previous red equation the correct mass of the counterweight، الوزن الفعلي بتاع الكاونترويت بحسبه ازاي بقى؟ كده Z capital equal K plus وبصاي في الكيو، هو ساعات بيقفل حد كده، لكن الكوركت ماس بيبقى زائد اتش في كيو اي على 4. عندنا الاوبساي اللي احنا قلنا عليها دي بيسموها الاليفيتور بالانس كوفيشنت، دي زي ما قلنا لو الشركه مش مديها لنا فبيبقى ليها اختبار، دي ممكن انتوا تبقوا تدوروا عليه على النت على جوجل، ازاي تعمل الاختبار بتاع انك تعرف البالانس كوفيشنت وتشوف القوانين بتاعتها. نفترض ان الشركه ايه مديها لنا، فالاول تعالى نبص على الكلام ده. احنا لما بنفترض الشركه مديها لنا فبتبقى من بوينت 4 لبوينت 6، وانت خدها بالتقريب يعني في الكورس بتاعنا خدها نص بوينت 5 زي ما قلنا في السلايدز اللي فاتت. هنا بقى تعالى بص، if the weight of the counter weight equals the weight of the car combined with the load، يعني وزن الكاونتر ويت احنا عملناه نفس وزن الكار او الكابينه مع الناس اللي راكبه فيه الماكسيمم لود. The motor only has to overcome the friction force and inertia force to raise or to lower the car. طبعا ايه بقى في كده بالانس، فالموتور عندك او المكنة بتاعت الاسانسير هتبقى محتاجة بس ان هي ايه تقاوم قوة الاحتكاك وقوة عزم الدوران اللي هي بترفع وتنزل الاسانسير او الكابينة. لكن when there is no load، لكن لو مفيش حمل او مفيش ناس راكبة جوه الاسانسير، الاسانسير فاضي، the motor will have to overcome a resistance force which equals the load Q. فهيبقى الموتور طبعا ايه في جنب منه ما فيش بالانس، فالكيو دي مش موجودة، فلازم بالمقدار بتاعها يقاوم الايه الريزيستنس فورس بتاعتها. وبالتالي
we have to choose the counterweight. لازم نختار وزن الكاونترويت with coefficient اللي هي الأوبساي which can satisfy the force needed to raise a car with maximum load equals the force needed to lower a car with no load. يبقى احنا بنختار الأوبساي دي بناء على الفورس, يعني بنظبط الفورس needed to raise a car with maximum load, يعني وانت طالع بتحط في اعتبارك ان موجود جوه الاسانسير الماكسيموم لود الناس راكبه فيه, تمام, وانت نازل بتحسبها على ان وانت نازل الاسانسير نازل فاضي ما فيهوش حد, وبناء عليه بتختار الكوفيشنت اوبساي او اللي هو الاليفيتور بالانس كوفيشنت. ده الكاونتر ويت موجود اهو على ايدك اليمين الصوره ديت. اي نعم في انواع منه بس دي عليها توضيحات, فده بيسموه التوب بارت, ده الريتيننج بليت فور فيلر ويت, الفيلر ده اللي هو الحاجات دي التقل, ده البوتوم بارت الجزئية اللي تحت, وده البفر بليس, البفر بليس ده اللي هو المكان اللي بيبقى اللي بينزل عليه اللي بينزل على السوستة اللي تحت اللي بتمتص الايه الامباكت, ده سلايدنج جايد لان طبعا التقل ده بيبقى متثبت من الجناب بتاعته ونازل على ريلز او جايدز دلايل, ده الفيلر ويت زي ما قلنا, ده اللوكينج انجل في حاجه من فوق بتقفل عليهم زاويه من فوق بتقفل عليهم, ده الفيرتيكال بروفايل, ده السلايدنج جايد, ده بيبقى فيه لابريكيتور وهنا بيتحط في العلبه دي زيت عشان ايه تزييت المجرى بتاعه الجايدز او الدلايل, وهنا بيبقى الروب اتاتشمنت هنا بيركب الواير, والكلام ده هنبقى نتكلم عليه بالتفصيل في المحاضرات الجايه. زي ما قلت لك في السلايد اللي فاتت الاوبساي دي طبعا ليها اثبات عشان تقدر تعملها وكده وليها اختبارات, بس احنا مش هنقول مش يعني مش هنكبر الموضوع دلوقتي. The counterweight is composed of بيبقى مكون من ايه بقى حاجه اساسيه, ستيل فريم شاسيه حديد, الفيلرز الفيلرز اللي هم دول التقل بيسموه السب ويتس, والجايدنج ممبرز اتاتشد تو ذا فريم اللي هو الجايدز اللي هي الدلايل اللي هو بينزل عليها الفريم بيطلع وينزل. ذا فيلرز التقل ده بيبقى في الغالب كاست ايرون سيكشنز او ستيل بليت او بيبقى حديد او حديد ظهر صلب او حديد ظهر, طبعا بيبقى ليه predetermined size and mass بيبقى ليه مقاس معين وليه وزن معين. برضو ساعات بيستخدم ايه prefabricated concrete block, ساعات بيستخدموا ايه خرسانة. في عندنا انواع كتيرة من ال structures بتاع ال counterweight, ده بيسموه ال staked counterweight with two tie rods, بيبقى زي ما انت شايف كده التقل اساسا متقوب ومعدي فيه جوايط متثبته فوق اهي بصواميل. دي بتستخدم امتى؟ طبعا السيستم دوت قديم موجود, كان موجود زمان. If the fillers are made of metal لو التقل ده معمول من الحديد, والريتد سبيد doesn't exceed 1 متر بير سكند والسرعة ما بتعديش 1 متر في الثانية. A minimum of two tie rod بنركب tie rods زي كده جوايط may be employed on which the filler are secured. بس بقى دلوقتي بنقفل على التقل بإيه؟ بحتة خوصة وبنثبتها كويس. In this staked assembly tie rods passes through all sections as well as through the top and the bottom members اللي هي الهيدرز. بيعدي طبعا كمان ده الهيدر اللي يقصده بيعدي من فوق ومن تحت, which extend around the counterweight guide rails and guide the counterweight in the hoist way, وبيعدي طبعا بره زي كده وبيعمل كمان guiding للcounterweight ده في الهويست واي زي ما قلنا في البير, او مش في البير في المانور اللي هو راكب فيه الاسانسير. The counterweight may also have an intermediate header. ساعات بيبقى فيه header في النص زي ما احنا شايفين. أو ده الهيدر اللي فوق, ده الهيدر اللي تحت, وده الهيدر اللي في النص.
عندنا الـ I bolt of four suspension to elevator ropes pass through and are fastened to the top member. عندي ادي الـ I bolt مسامير وفي الاخر مفتوحة فيها دايرة كده صغيرة يركب فيها الواير، بيعدي جواها الواير ويطلع فوق يتربط كويس بلقم او صواميل. عندنا نوع تاني من الكاونتر ويتس بيسموه كاونتر ويت فور سسبنشن 221. بص عندك اهي واحد اهو فرداني وفي اتنين راكبين هنا. طبعا الجزء اللي تحت ده اللي بينزل على البفر او ممتص الصدمات، وادي التقل عندك هنا اهو، وده برضو اللي بيركب على الجايد ريلز، وهنا بيبقى فيه ورا حتة الساق دي فيه طنبورة اللي بيعدي عليها الواير، مش بيتربط فيها من فوق. The frame is made of channels or other steel profiles and individual parts are bolted together. This facilitates easy transport and storage. طبعا ده بيتركب كله مسامير زي ما انت شايف كلهم channels و steel profiles. The assembly is very simple and requires little time. عشان تركب الكلام ده بيبقى سهل جدا ومحتاج وقت بسيط. Both counterweights are provided with spring buffers زي ما شايفين كده، بيبقى فيه spring buffers اللي احنا قلنا عليهم هنا اهو. وزي ما شايف قدامك في الصورة ده الكاونترويت فريمز بيبقى فيه انواع منها، بيبقى فيه مثلا اللي هو السسبنشن 221 ده هنبقى ناخده بالتفصيل المحاضرة الجاية. يعني ايه 221؟ ده بنتكلم على السسبنشن، شكل الواير بيبقى ازاي ماشي ازاي. اللي انت شايفه قدامك دوت عادي تقل اهو والفريم الحديد اللي بره وكده، لكن بص هنا عندك الطنبورة اللي بيركب عليها الواير دي perpendicular to the rail axis، بتبقى عمودية على الريل اكسس. بص دي موازية للريل اكسس، parallel to the rail axis. وبص ده ال 121 suspension direct hanger ده بنركب، ده اللي بنركب فيه الوايرز على طول هنا، بنثبتها بدون استخدام طنبورة او طارة، ماشي، بنربطه هنا وبيطلع وينزل برضو. شايف انت الجايدز والستيل فريم. ناخد مثال بسيط جدا على حسابات الكاونتر ويت. عندك لو انت عندك الكيب 500 كيلو جرام، يعني انت عندك الكابينة وزنها 500 كيلو وهيبقى في حمل جوه الكابينة حوالي 500 كيلو برضو، يعني بنتكلم في لو في ناس جوه الكابينة فالتوتال بتاعهم احنا عايزين يبقى وزنهم يبقى ماكسيمم 500 كيلو جرام. وهو ادالك اوبساي بنص بناء على الاختبارات والحسابات زي ما قلنا، فعايز احسب التوتال ويت بتاع الكاونتر ويت. فالزد ايكوال كي بلس اوبساي في الكيو، مضروبه في الكيو، ده اشهر حاجه، لكن بدقه لو في ارتفاعات عاليه جدا فبحط في اعتباري وزن الترافلنج كيبل اللي هو الكيو اي، بعرف كام كيلو جرام بير متر وبحطه هنا وبحط الارتفاع بتاعي، فاقدر اشوف الوزن بتاع الكاونتر ويت ايه. فانا هنا افترضت ان الارتفاع بتاعي مش كبير قوي، فالوزن بتاع الترافلنج كيبل ممكن ان انا اهمله، وبالتالي طلع عندي 750 كيلو جرام، ده الوزن بتاع الكاونتر ويت. طيب لو انا عرفت بقى ان الكاونتر ويت بليدز او فيلرز معموله من الخرسانه، الواحده فيهم حوالي 30 كيلو جرام. طيب 30 كيلو جرام، وانا عرفت برضو ان وزن الفريم الحديد اللي انا عامله حوالي 90 كيلو جرام. طيب انا عايز احسب بقى كام فيلر او كام تقل هحطه في الفريم، فبحسبها ازاي؟ بقول ان ال N بيساوي 750 اللي هي التوتال ويت بتاع الكاونتر ويت، اشيل منها الوزن بتاع الستيل فريم او الستيل فريم، مظبوط تمام،
والكلام ده بقسمه على 30 اللي هو وزن الوحدة من التقل الخرسانة، أقدر أطلع كام بليت؟ فطلعت عندي ب 22 بليت. أتمنى تكونوا استفدتم أي حاجة من محاضرة النهاردة، وأشوفكم بإذن الله في محاضرة تانية على خير.